أبيهم يسمعون وزارة الداخلية هذه القصة، قصة السائق الشبح. شنو قصة السائق الشبح يا أبو أحمد؟ سمعوا يا مسؤولين وزارة الداخلية شكوى هذا المواطن، وأرجو التحقق منها، وأتمنى من كل مسؤولين وزارة الداخلية يردون علينا، وياليت أخونا العميد عادل حشاش يسمح القصة أو الفريق الإعلامي يقولون شنو قصة السائق الشبح بالكويت. تقول يا أبو أحمد شنو قصة هالشبح هذا اللي دش الكويت؟ فعلا شبح، وسمينا القصة هذه الشبح بناء على طلب هذا المواطن. معي مواطن الأستاذ ناصر بدر راح يروي لكم قصة السائق الشبح. مساك الله بالخير أخوينا أبو بدر. خير والكرامة. حياك الله يا الغالي. يطول عمرك. عمرك. عندك شبح بالبيت يقولون؟ والله شبح. قولي قصة الشبح. قصة الشبح طال عمرك أنا طلب شايك. حلو. ما يطلب أي مواطن. أيه. شايك من الهند. سوينا الفيزا وراحت الفيزا حق السايق. سوى إجراءاته من هناك ويانا على المطار. شيء حلو. كل شيء تمام. تمام. أنا وقت اللي جاء هو فيها أنا كنت مسافر. إيه. برا الكويت. إنزين. فاتصل السايق في الناس اللي جايبينه. حلو. السايق الهندي اللي موجود الثاني عندي في البيت قاعد يكلمه. فيقول أنا ما أعرفه. فتكلم معه وقال له اركب تاكسي وتعال البيت. حلو. كل شيء زين. ركب السائق التاكسي ووصل البيت. شيء حلو. السائق اللي عندي الثاني خذ الاوراق مالوت الجواز والفيزا والحاجات هذه وداها حق رعيه البيت اللي هي زوجتي. زين. اخذت الاوراق وخشيتهم عندها في البيت. حلو. وقالت لمني المعذب راعي البيت. ايه؟ يجي البيت من السفر ان شاء الله يكمل اجراءات. شيء حلو. رجعت بعد اسبوع انا لقيت السائق قدامي قلت زين الحمد لله على السلامه هذا سائق جديد بيجينا. ايه. مية مية. خذيت الأوراق طبعا لازم أسوي إجراءاته صح طبي وبصمات والأشياء هذه صح. رحت أطبع الأوراق عند الطباع. هم حلو. خمس دقائق يعني الطباع كان يقول لي هذا السائق ما في ختم دخول ولا في شيء. كان بتكلم جدًا قال لي والله ما في. طلعت الجواز فعلا ما كله ختم خروجه من الهند. أطالع الفيزا ما فيها ختم دخول. ها. فقلت يمكن إجراء جديد هذا بالداخلية إحنا ما ندري عنه. قلت له سوي الأوراق. زين. وين الأوراق وطبعناهم وكل شيء تمام. حلو. رحت أفحص السائق. إيه. زين كان يقول لي الصحة ما نفحصك. ليش يا جماعة؟ هذا ما عنده رسم ختم دخول. قلت من صدقكم يمكن إجراء جديد بالداخلية قال أبد. لازم يكون في ختم دخول. رجعت. زين. راجعت الأخوة في المطار بالضبط. تكلمت مع الضابط قلت له هذا ما في رسم دخول ما في ختم دخول له. زين. شلون؟ قال لي عادي. شلون عادي؟ شلون دش؟ شلون مر عليكم؟ قلت له انا في مره صار علي منع سفر ومره يدخلون الكويت لان علي فلوس. قلت لهم يعني ادش ولا ارد اسافر؟ قلت له هذا شلون وصل؟ انت تحطون في صاله الجمارك مباحث وام دوله وضباط وناس قاعده وكاونترات. قال والله هذا هو يبى لنا بيني وبينك تخوفت اودي لهم ممكن ياخذوني يسوي له ابعاد. زين. فرجعت مره ثانيه. قعدت امسك السائق اقول له انت شلون دشيت؟ يقول لي نزلت السائق ليته جاي قبل هالمره اول مره بحياتي اصلا يسافر. زين. قلت له حتى جبت السائق الثاني قلت له كلمه لي ارجم لي شلون دش هذا؟ قال انا ينزل صاله يشوف لاين على القاع يطالع يلتفت يسار يمين ماكو احد. لقى هنود طلعوا ظاهر من ورا الكاونتر او شيء طلع معاهم يقول وصلت لقيت شرطي انا يعطيه جواز. فلما اعطيته الجواز قال لي طوف. والله انه قال لي بالعربي هو ما يعرف عربي قال لي طوف. قال له طوف لا شاف الختم ولا شيء ولا شاف شيء شاف بيد الجواز قال له طوف. ايه. المشكله اللي اكبر من هذه. ايه. راح وقف ياخذ الحقيبه مالته من السير شال الحقيبه قلت له زين الجمارك ممكن يعني انت شيء الجمارك يكتشفون سيف يا فيت. قال لا انا ما يحط هذه جنطه داخل الجهاز انا نشوف هنود يمشي مش يمهم الريال وطلع من الباب. هذه قصة عادل إمام صارت في الهندي هذا. والله العظيم والله العظيم ما أنزل عليك هذا أنا قاعد ثلاثة أيام أنا أحقق وياه أبي أعرف شو القصة. زين. زين أبو بدر ليش ما أخذت المطار؟ أنا عرفت سألت على القضية هذه قال يودون المطار يتأكدون من دخوله ويختموا له على الفيزا وخلاص ويدخلونه بالسيستم. والله رحنا للمطار. إيه. يا قالوا يجيبوا لنا بكبره.
بيني وبينك انا تخوفت اوديه يطقونه يسوون له شيء. لا يا ابو ابو بدر ودى لهم يعني وخلي شيء يكون عليه ما في شيء بس يتاكدون يعني شلون دش بس انا المشكله اقدر اوديه باكر اوديه ان شاء الله. لكن المشكله شلون مر على الكاميرات والامن والمباحث مو هذا السؤال شلون طاف يعني الكل انا ما اقدر اسويها لو واسطه عندي ما اقدر اسويها انا اقول لو انه كان جاي الكويت قبل هالمره يكون عارف الاجراءات مالتنا زرق من ورا لكن هذا اول مره بحياتي يمكن يسافر ابو بدر خايف انا ابو بدر خايف معاه خرزه ولا شيء تاكد انت سايق الشبح والله عيالي الحين ينادون الشبح انا اتوقع تاكد منه فتشه ولا شيء مع خرزه ولا خاتم والله ترى. انا صار لي شهر الحين بهالمشكله رايح راد ماني عارف شو اتصرف مالك ان شاء الله الحين ان شاء الله وزاره الداخليه قاعد يسمعون ونتمنى منهم الرد انا مو عن شيء انا مستعد اراجع وزاره الداخليه وكل شيء لكن انا اللي قاهرني في الامر كله شلون قدر يمر انا وياك هذه كلها والله انا غريبه والله الموضوع هذا يعني قاعد اسمع قصص والله انا اسمع قصص للاسف وفي ناس قاعده وفي ضباط يعني انا اشوف اكثر من 20 30 بين عسكري وضابط من قدامي بالجمارك وبالتفتيش الكاونترات مال الجوازات شلون هذا قدر يمر والله غريبه يا ابو بدر المهم انا شاكر لك على هالتوضيح وشاكر لك على المداخله وطرحك هذه القضيه المهمه المفروض ان وزاره الداخليه تهتم فيها ابو بدر شكرا لك طول بعمرك ما قصرت وانا اشكركم طول عمرك ودير بالك على سايقك ترى الظهر عزيز عليك والله انا قاعد اسافر بروحي يعني حاطه وياي والله خايف بخليه في البيت دير بالك عنده ليسن ولا ما عنده والله عنده ليسن زين شو دير بالك عليه الهندي الله يستر الله اعلم ليسنه على شنو مطلع الله يعينك يا ابو ناصر مشكور مشكور ابو بدر عفوا مشكور ابو بدر المداخله شكرا على المداخله هذا قصة السائق الشبح اليوم معنا بنطلع تقرير